بسم الله الرحمن الرحيم، نرحب فيكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجنا كويت باسكتبول. حكم عابر العابر ووجبة ثقافة تحكيمية من الحكم عابر عابر، خلينا نشوف معكم هذه الفقرة. يا هلا ومرحبا فيكم، راح نتكلم اليوم عن لبس الحكام. الحكام حدد لبسهم بالقانون بزي موحد في البطولات الرسمية، عبارة عن قميص أو تيشيرت رصاصي بقولة صفرة إلى بنطلون أسود، جلكم الله حذاء كرة سلة أسود، جورب أسود. هذا اللبس الرسمي لحكام كرة السلة، ولكن اتحاد كرة السلة الدولي أو القانون الدولي لكرة السلة سمح لكل اتحاد محلي اختيار اللبس المناسب أو ما يراه مناسب في البطولة المحلية اللي هي الدوري أو المسابقات المحلية. لان احنا لاحظنا في مثلا في اليورو ليج الدوري الاوروبي يلبسون قمصان برتقاليه، احيانا رماديه صفراء، في عندنا بطولات الخليجيه بعض الدول في البطولات الخليجيه القميص يكون لونه اخضر احمر لان ترعاه شركه معينه، فهذا ما يمنع، ولكن في البطولات الرسميه اللي تحت رعايه الاتحاد الدولي كما نص عليه القانون هذا لبس التحكيم. وكذي نكون خلصنا فقرة لبس الحكام. مع المبدع دائما الكابتن عبد الله بلال والمهارات والأساسيات، خلينا نشوف شنو مجهز لنا كابتن عبد الله بلال. فقرتنا اليوم عن الدربل، بس الدربل مو بكرة واحدة، الدربل في كورتين، وخلونا نشوف التمرين مع اللاعب خالد. تفضل خالد، راح اشرح لك شلون راح نسوي التمرين. راح نكون دربل بالثنتين مع بعض، ارفع راسي فوق، دائما العب دربل سريع، الكره تكون من الامام، شي جو شيت، دائما طالع عيد اي ثنتين زين ماشي حلو حلو، نرجع نلف 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 نلف، راح نسويها نفس الشيء الحين وكرتين مع بعض شيت اوب مع بعض، وانا اتحرك بريلي ها جيت جو. حلو خالد، حلو ممتاز، نزل الكره شويه بعد تحت لا تروح منك، حلو زين زين لا تستعجل وايد ها، الالف الف نفس الشيء، ممتاز ممتاز خالد، ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك. وقوف الحين وانا فاضي راح اغير الكره من يد ليد، ممتاز اغير الكره من يد جيت جو، شوف ها جيت حلو، على راحتك على راحتك على راحتك، ايوه على راحتك، لا تستعجل شوي، حلو نقدر نمشي ها بدون ما نركض الحين، حلو ممتاز ممتاز، نرجع 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 زين ممتاز، حلو حلو. راح نسوي كروس الحين، ما بدال الكروس راح نمشي بالجنب زقزاق هني، بعدها راح اطلع الصوب راح اطلع الصوب جا عندي تعال زين ستين مع بعض هناك زين زين، ارجع ارجع حلو، ارجع ارجع شوي شوي لا تستعجل زين ممتاز،
ممتاز ممتاز. في فقرتنا هذه واحنا كنا في صالة ثانوية كيفان التقينا مع احد الحكمات الكويتيات وراح نشوف لقاءنا وياها والحوار اللي دار بيننا. من خلال تواجدنا في صالة ثانوية كيفان طبعا كان لنا لقاء مع الحكمة الكويتية منيرة الحشاش، مساك الله بالخير منيرة. مساك الله بالنور هلا كابتن. قولي لي منيرة بالبداية شنو كانت بداياتك مع كرة السلة؟ أول شيء كنت أنا طبعاً ألعب بنادي سلوى الصباح، ومن 2008 دشيت منتخب الكويت معهم والحمد لله كملت ل 2018 وطلعت من مجال اللعب وحبيت أنا مجال التحكيم ودخلت له. حالياً أنت ترقيت شنو بالتحكيم؟ طبعاً أنا هالسنة الحمد لله ترقيت لحكمة درجة أولى، ولأن أنا أول ما دشيت عطوني صقل على الدرجة الثانية لأن أنا كنت لاعبة منتخب صار لي 10 سنين. تحكمين أي درجة منيرة بالمباريات؟ أحكم تحت 13 وتحت 15 وتحت 17 و19. العام كان صار موقف أبيش تسولفي لي عليه. هو طبعاً أنا حكمت العام نهائي تحت 13 دوري بين الكويت والعربي، وكان على آخر دقيقتين حصل موقف حق طبعاً لاعب نادي العربي، وكانوا تأثير المدربين كانوا بيأثرون عليه، بس أنا كان قراري صارم عليهم، ويعني هي كانت واك وحسبتها واك وانتهت المباراة. يعني مو قرار صارم، كان قرار سليم. كان قرار سليم 100%. أول شيء يعطيك العافية ومشكورة طبعاً، نشوف مدربة كويتية حكمة كويتية موجودة، ونتمنى لك التوفيق وإن شاء الله نشوفك تحكمين بالنهائيات الجاية إن شاء الله. إن شاء الله كابتن، مشكور وما قصرت. يعطيك العافية. وصلنا إلى فقرة نتائج المباريات. طبعاً إحنا انتهينا من دوري تحت 13 ودوري تحت 15، والآن معانا دوري تحت 17 ونشوف نتائج المباريات اللي إحنا تابعناها وسجلنا مباريات لها. خلينا نشوف النتائج. القرين 63-41 النصر، واليرموك 48-71 الجهرة، وعندنا القادسية 67-33 صليبخات، وأيضا عندنا التضامن 84-27 شباب الساحل، 65-60 العربي، والكويت 62-57، والقرين 63-41 النصر، واليرموك 48-71 الجهرة، والقادسية 67-33 صليبخات. التضامن 84-27 الشباب الساحل، 65-60 العربي، والكويت 62-57 كابو. وراح نشوف معاكم أعزائي المشاهدين بعض المباريات اللي سجلناها لكم، تابعوها معنا. ونادي الشباب ضمن دوري تحت 17 سنة والكرة مع أنس محمد لسالم جبار. سالم جبار يمررها لي محمد بدر. أنس محمد من بعيد ثلاثية وضايعة وياخذها، حلوة أنس محمد يسدد وأيضا ضايعة. عبد العزيز مشعل نادي الشباب، هجم النادي الشباب، دخول من عزيز يحاول يمررها لمحمد فهد، ياخذ فاول لصالح محمد فهد. رميتين، يضيع الرميه الاولى محمد فهد من الشباب، والان الرميه الثانيه وايضا ضايعه، رباوند حلو من احمد سعود،
اتركها لي انس، انس محمد صانع العاب نادي التضامن سالم جبار لمحمد بدر لانس محمد يمرره حلوه لزيد علي، زيد علي حاول رجعها لانس محمد من بعيد وثلاثيه حلوه حلوه ثلاثيه من انس محمد. هجمه للشباب عبد العزيز مشعل ترجع الكره لعزيز يحاول يسدد وضايعه ويخطفها لاعب نادي التضامن محمد بدر حلوه لانس محمد وضايعه ضايعه من انس تعود للاعب نادي الشباب مررها لي عبد العزيز مشعل، عبد العزيز مشعل يحاول يسدد ومقطوعه من زيد علي وهجمه للتضامن انس محمد. شوف كان بيحاول يسدد ثلاثيه ولكن يلعبها لي سالم جبار ثلاثيه من بعيد وماتي ياخذها انس محمد ويحاول وفي خطا لصالح انس محمد. رميتين حلوه يجيب الرميه الاولى الان مع الرميه الثانيه لانس محمد لاعب نادي التضامن يسجلها حلوه. نادي العربي ونادي الساحل ضمن دوري تحت 17 سنه والكره لعبد الرحمن ناصر من الساحل يعطيها لاحمد عناد، احمد عناد يحاول يخترق ويمررها لي ولكن تطلع اوسايد لنادي الساحل. احمد عناد يعطيها لي ياسر عبد العزيز ترجع لي عبد فهد عبد اللطيف لاحمد عناد. انتهى جم الهجمه ولكن ترجع الكره للساحل من احمد عناد حلوه تحت السله لعبد الهادي حمود هجمه من مشعل السعيد يتركها لفهد فهد عادل من نادي العربي ويسدد وضايعه ورباوند حلو من عبد الهادي من ياسر عبد العزيز. احمد عناد يحاول يخترق وياخذ فاول ويسجل نقطتين يحسب الحكم نقطتين لصالح احمد عناد. في رميه اضافيه لاحمد عناد راح يسدد احمد عناد الرميه الاضافيه ضايعه ترجع لفهد عادل وهجمه سريعه لنادي العربي من فهد عادل يخترق ولكن انقطع من الكره وهجمه سريعه لعبد الرحمن ناصر حلوه 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 نقطتين من لاعب رقم 13 عبد الرحمن ناصر. فهد عادل وهجمه جديده لنادي العربي. مشعل سعيد مهدي محمد لفهد عادل يسدد ثلاثيه من بعيد وضايعه يتركها ياسر عبد العزيز تطلع اوت سايد. وصلنا إلى نتائج دوري تحت 17 سنة، صورنا لكم مباريات وحضرنا لكم بعض النتائج نشوفها معاكم الآن. نتائج تحت 17 سنة: صليبخات 45-73 تضامن، الجهرة 66-62 لقرين، الكويت 64-68 كاظمة، وهذه آخر مباراة. وراح نشوف بعد هذه النتائج مباريات سجلناها لكم، شوفوها معنا. نادي الجهرة ونادي القرين ضمن دوري تحت 17 سنة وسهو ثلاثية حلوة من سهو ثلاثية لصالح الجهرة. أحمد الفودري يعطيها لمحمد برحمة وحلوة أيضا يرد عليه محمد برحمة ثلاثية حلوة للقرين. سهو يحاول ويسدد وحلوة ونقطتين من سهو محي الدين جمعة لأحمد الفودري. عبد اللطيف مبارك حلوة يسجل نقطتين عبد اللطيف هجمة لنادي الجهرة من سهو وضايعة ياخذها حلوة ويمررها تحت السلة
ساو يحاول ساو سجل ثلاثية وضايعة. محي الدين يتركها لأحمد الفودري، هجمة لنادي القرين. شوف أحمد الفودري حلوة حلوة على الطاير يلعبها. عبد الوهاب السعيدي تركها لحمد صانع ألعاب نادي الجهرة، حلوة يسقطها داخل الزون لعبد الوهاب السعيدي، لكن ترجع لساو الساو من بعيد ثلاثية قصيرة ياخذها عبد اللطيف مبارك في خطأ وأوتسايد لصالح القرين. عبد اللطيف مبارك لأحمد الفودري، علي صلاح ترجع لعلي صلاح مرة ثانية، يحاول علي صلاح وياخذ فاول خطأ هجومي وهجمة لنادي الجهرة من ساو الساو. يلعبها لي محمد الرشيدي، ساو الساو يحاول يلف ويشوت وضايعة الكرة. لا في فاول لساو الساو، رميتين لساو الساو، يسجل رمي الأولى حلوة. نشوف الرمية الثانية الآن من ساو الساو، يسجلها حلوة. محي الدين لأحمد الفودري صانع العاب نادي القرين لعبد اللطيف. مباراة نادي كاظمة ونادي الكويت ضمن دوري تحت 19، الكرة مع مصعب الخميس يعطيها لأسامة خالد، ترجع الكرة ليوسف ناصر ضايعة وياخذها اللي هو عبد الوهاب فوزي، يحاول لمصعب ترجع الكرة ليوسف ناصر، ودخول من أسامة خالد وفي خطأ. شوف الكرة كانت تحاول الدش ولكن رميتين لأسامة خالد، يسجل أسامة خالد لاعب رقم 7 رمية الأولى، وهذه الرمية الثانية ضايعة ياخذها لاعب نادي الكويت اللي هو حمد صالح صانع الألعاب نادي الكويت، يعطيها لعبد المحسن، ترجع لي أسعد جوزيف، ترجع لي حمد صالح مرة ثانية الكرة وهجمة للكويت. حمد صالح من ثلاثية من بعيد وضايعة، ترجع لي مصعب الخميس من نادي كاظمة، هجمة لنادي كاظمة. أسامة خالد يحاول يتركها لي يوسف ناصر، ترجع لي محمد رشيدان، الدخول على السلة ومررها ثلاثية من بعيد لمصعب الخميس وضايعة وياخذها. حلوة 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 لي محمد رشيدان، وسجل نقطتين نادي كاظمة. هجمة لنادي الكويت، حمد صالح يعطيها لي عبد المحسن فيصل، أسعد جوزيف يحاول ويسجل. حلوة نقطتين نادي الكويت. محمد رشيدان طويلة حلوة ليوسف ناصر، يسجل نقطتين وهجمة لنادي الكويت. محمد ناصر الكرة معه، ترجع لي أسعد جوزيف يحاول أسعد وضايعة ياخذها أسامة خالد، وهجمة سريعة حلوة ليوسف ناصر. الكرة من ماجد من حمد صالح لأسعد جوزيف، أسعد جوزيف يعطيها لي حمد صالح ثلاثية من بعيد وضايعة وتطلع الكرة أوتسايد. طبعا بعد ما انتهينا من 19 الآن انتهينا من الدوري، خلاص راح ندش على نتائج بطولة كأس الاتحاد لتحت 13 سنة. أيضا تابعنا مباريات تحت 13 سنة وهذه بعض النتائج راح نشوفها معاكم. القرين 70-36 اليرموك، القادسية 36-43 العربي، والتضامن 51-44 ساحل، والشباب 11 والنصر 29. الشباب ودع البطولة، وهناك أيضا ثلاث مباريات أيضا لعبناها. الكويت 40-65 القرين، ودعنا الكويت بطل الدوري السابق. الجهرة 17-42 ودعنا الجهرة. كاظمة 48-25 تضامن، ودعنا التضامن. وراح نشوف معاكم أعزائي المشاهدين بعض المباريات اللي سجلناها لكم من دوري
من كأس تحت 13 سنة. مباراة نادي التضامن ونادي الساحل ضمن كأس تحت 13 سنة، والكرة مع نادي التضامن. جراح يعقوب يحاول، جراح يسدد وضايعة، ترجع الكرة مرة ثانية لجراح يعقوب ويسدد وحلوة، نقطتين لنادي التضامن. هجم لنادي الساحل الستر دي كوستا، الكرة للستر، الستر يحاول يعطيها لمعاذ محمد وحلوة، ونقطتين من معاذ محمد من نادي الساحل. هجمة لجراح يعقوب يتركها لي اللي هو عمر محمود من عبد الله يعقوب. نشوف عمر يحاول الدخول، حلوة يعمل فيك، ولكن ريباوند من عبد الله احمد. الستر هجمة سريعة ولكن تنقطع لصالح نادي التضامن، وهجم من عمر محمود وحلوة، يسدد ولكن مقطوعة من نادي الساحل، وهجمة سريعة للستر. شوف الستر على الدخول على السلة وياخذ فاول، ياخذ فاول، جزاء رميتين. الستر يسدد الرمية الحرة الأولى، ضايعة من الستر. شوف الرمية الثانية الآن، يسدد الستار الرمية الثانية، وضايعة ياخذها رباند حلو اللي هو عبد الله احمد، ترجع الستر يسددها، حلوة نقطتين من الستر، وهجمة لنادي التضامن. عبد الله يعقوب يعطيها لعمر، عمر محمود لجراح يعقوب، يعطيها لعمر، عمر يحاول وداخل الزون يسدد قصيرة، ياخذها جراح لعمر محمود، وحلوة من عمر يسدد ولكن تطلع اوتسايد لصالح نادي الساحل. راشد فالح يعطيها لألستر، لراشد فالح لإلستر، يحاول إلستر يقتحم الزون ويسدد وماتي وياخذ رباوند. التضامن نادي الشباب والنصر ضمن كأس تحت 13 سنة، والكرة مع سعود عبد العزيز، يعطيها لي عبد الرحمن محمود، يحاول يسدد حلوة اللي هو عبد الوهاب سعود، وفي فاول وله رميتين لصالح عبد الوهاب سعود من نادي النصر. شوف سدد عبد الوهاب، ضايعة الرمية الأولى، ما عليه، نشوف الرمية الثانية. طبعا الخاسر من هذه المباراة راح يخرج من كأس الاتحاد، طبعا خروج المغلوب، وعبد الوهاب سعود وضايعة ياخذها اللي هو لاعب الشباب، ولكن تطلع اوسايد. عبد الرحمن محمود من نادي النصر يلعبها حلوه تحت السله لعبد الرحمن سامح، ولكن يخطفها مبارك خالد، وهجمه سريعه لمبارك خالد وضايعه حلوه، ياخذها مره ثانيه العجمي، يعطيها لمبارك خالد لعبد الله رشيد، حلوه نقطتين من عبد الله رشيد من نادي الشباب. هجمه لنادي النصر، عبد الرحمن محمود يحاول يمررها، يسدد والله حلوة يا عبد الرحمن محمود، نقطتين. هجمة لنادي الشباب، العجمي مع الكرة ودفاع دبل زون على اللاعب، ولكن ياخذها مبارك خالد يروح على السلة، يعطيها لعبد الله رشيد، يسدد وماتي، ياخذها العجمي مرة ثانية لمبارك خالد. شوف مبارك يحاول يروح على السلة ويمررها، ولكن يخطفها حلوة خطفها لاعب نادي النصر اللي هو عبد الرحمن محمود، ويتركها لسعود عبد العزيز، عبد الوهاب سعود يسدد وضايعة، يحاول ياخذها عبد الرحمن سامح، ولكن في خطأ متعمد على عبد الرحمن سامح لصالح مبارك خالد من نادي الشباب.
ضيعها الاولى والان الرميه الثانيه للخطا المتعمد. حلوه يسجلها مبارك خالد من نادي الشباب او سايل الشباب، تعود لمبارك خالد مره ثانيه ويسدد وضايعه لعبد الرحمن سامح، وهجمه لنادي النصر من محمد يوسف لسعود بن العزيز من بعيد يسدد حلوه لهو. وصلنا الى كاس تحت 15 سنه، وايضا بدايه كانت بدايه قويه، ولعبنا 7 مباريات وراح نشوف نتائج هذه المباريات. الجهره 45-67 تضامن، ودعنا الجهره، والقرين 71-32 الساحل، وايضا خرج الساحل من البطوله. الشباب 39-36 العربي ودع، واليرموك 48-44 والقادسيه ودع ايضا البطوله، والكويت 64-47 تضامن ودع البطوله، صليبخات 27-65 القرين، صليبخات ودع، وكاظمه 90-68 والشباب ايضا خرج من بطوله الكاس. وراح نشوف وياكم اعزائي المشاهدين بعض مباريات كاس تحت 15 سنه. مباراه نادي الجهره والتضامن ضمن كاس تحت 15 سنه، والكره مع اللي هو عبد الرحمن الرشيدي، يمررها حلوة لنواف العنزي، ترجع لعبد الرحمن رشيدي، يحاول عبد الرحمن يسدد وضايعة، ياخذها اللي هو سليمان خالد، يبي يحاول يسدد سليمان، يعطيها لأحمد أسامة، أحمد أسامة يحاول يمررها بالقلب، ترجع لي عبد الرحمن رشيدي من بعيد وأوتسايد، ياخذها اللي هو أحمد الشمري وسدد وماتي، ترجع الكرة لعبد الله ضيدان، يتركها لبرج السيف. شوف اللعب هادي ما بين الفريقين، يحاول التركيز وبرجس ياخذ فاول، فاول لبرجس، سدد برج السيف، خطأ برج السيف، سدد رميات الحرة، حلوة سجلها برجس. كرة مع عبد الرحمن الرشيدي، ترجع الكرة ل 12 عبد الله، عبد الله العنزي ويسدد وماتي، ترجع لعبد الله العنزي مرة ثانية. شوف كرة مع عبد الله العنزي، يحاول عبد الله وفي مخالفة المشي بالكرة على عبد الله العنزي، أوتسايد للجهرة، برجس سيف يعطيها لفايز عبد الله، يرجعها لبرجس، وهجمة لنادي الجهرة، برج السيف يعطيها لي فهد ضاري، ثلاثية من بعيد وحلوة حلوة حلوة من فهد ضاري، ثلاثية جميلة وهجمة لنادي الجهرة. عبد الرحمن نادي التضامن عبد الرحمن الرشيدي يعطيها لي اللي هو عبد الله العنزي، يحاول يسدد ويحاول ياخذها نواف العنزي، ياخذها سعود الرشيدي ويسدد، وحلوة حلوة نقطتين من سعود الرشيدي، فايز عبد الله يعطيها لي برج السيف، برجس بيسدد ثلاثية من بعيد، حلوة 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 برجس، ثلاثية لنادي الجهرة، عبد الرحمن الرشيدي يعطيها لي عبد الله العنزي، يحاول عبد الله العنزي يسدد وماتي، يحاول اللي هو نواف العنزي، ولكن تطلع اوتسايد نادي التضامن، اوتسايد نادي التضامن، راح يلعبها احمد الشمري لي، يعطيها لي العنزي عبد الله، فيك وشوت وحلوه ونقطتين لنادي التضامن، هجمه للجهره، فايز عبد الله لعبد الله ضيدان. شوف عبد الله ضيدان يتركها لي برج السيف، يحاول برجس داخل الزون، يعطيها لي فهد ضاري، ولكن ضائعه هالمره، وتطلع الكره اوتسايد لنادي التضامن. عبد الرحمن رشيدي يحاول يسدد وضايعه، ياخذها اللي هو نواف العنزي، وحلوة حلوة نقطتين من نواف العنزي، هجمة للجهرة، برج السيف،
فرجس يحاول دخول على داخل الزون وسدد وضايعه وتطلع وترجع الكره لي عبد الله العنزي من نادي التضامن، يتركها لي عبد الرحمن الرشيد ثلاثيه من بعيد وضايعه ياخذها العنزي عبد الله، يحاول عبد الله العنزي دفاع من فهد ضاري يسدد عبد الله العنزي ياخذها. مباراة نادي كاظم والشباب ضمن كأس تحت 15 سنة والكرة مع نادي الشباب لهلال محمد، لكن ياخذها سعود ناصر يعطيها ليوسف البلوشي ليوسف محمد خليفة علي من مطر فلاح ليوسف بلوشي يحاول مررها ترجع الكرة ليوسف محمد وسدد وياخذ فاول، ياخذ فاول يوسف محمد رميتين ليوسف محمد لاعب نادي كاظمة في كأس تعب 15 سنة ورميتين ليوسف محمد. شوت يوسف الرمية الأولى حلوة يسجلها يوسف، هذه الرمية الثانية ليوسف أيضا يسجلها أوتسايد للشباب من حمد مشاري يلعبها لصفي الرحمن، صفي الرحمن لحمد مشاري يحاول يخترق حمد مشاري وفي بلوك وياخذها، ياخذها مطر فلاح وترجع ليوسف البلوشي لخليفه علي هجمه لنادي كاظمه. شوف خليفه يعطيها ليوسف يحاول خليفه ثلاثيه من بعيد وضايعه، هلال محمد ياخذها حلوه من هلال مررها لثلاثيه من بعيد اللي هو اللاعب رقم 10 بدر نواف، ولكن ياخذ هلال يخطفها حلوة من لاعب رقم 10 اللي هو سعود ناصر، لكن ضايع يكملها خليفة علي، ولكن في خطأ متعمد على لاعب نادي الشباب لصالح خليفة علي، وراح ياخذ طبعا في رميتين لازم لاعبين يوخرون على الزون لان في استحواذ بعد هذه الرميه. نشوف خليفه يسدد الرميات الحره يضيع الاولى في الرميه الثانيه، الان خليفه علي يسدد وضايعه طبعا ما استفاد منها خليفه، ياخذ الان في تبديل و أوتسايد لصالح نادي كاظمة الآن. يوسف البلوشي سعود ناصر يوسف محمد يوسف البلوشي سعود لعبها لو مطر فلاح، ولكن بالخطأ لعبها مطر فلاح تعود أوتسايد لنادي الشباب. حمد مشاري أخذها من محمد فهد لاعب رقم 11، حمد مشاري صفي الرحمن يعمل له بلوك ودفاع قوي من كاظمة، وفي خطأ على اللي هو يوسف البلوشي صفي الرحمن، يحاول صفي الرحمن يلعبها لي هلال محمد يحاول يسدد بلوك من اللي هو محمد فهد أوتسايد لي الشباب حلوة لصفي الرحمن وضايعة ياخذها يوسف محمد، هجمة لخليفة علي، خليفة علي سعود ناصر لخليفة علي بنادي كاظمة، عبد الله اللي هو اللاعب رقم 8 اللي هو عبد الله خالد وياخذ فاول نادي كاظمة لصالح اللاعب سعود ناصر، رميتين لسعود ناصر من نادي كاظمة. حلوة يسجلها سعود هذه الرمية الثانية،
سدد سعود ناصر رمية ثانية وسجلها حلوة أوسايد للشباب محمد فهد لصفي الرحمن وهجمة جديدة لنادي الشباب صفي الرحمن يعطيها لحمد مشاري وصلنا إلى نتائج كأس تحت 17 سنة لعبنا 4 مباريات وراح نشوفها معاكم نتائج هذه المباريات عندنا في المباراة الأولى النصر 43 56 الساحل النصر ودع القرين 70 23 صليبخات ودع الصليبخات العربي 59 72 الجهرة العربي ودع اليرموك 61 23 الشباب ودع البطولة وطبعا راح نشوف معاكم ايضا اعزائي المشاهدين بعض مباريات كأس الاتحاد مباراة نادي العربي والجهر والكرة ليعقوب الصفار ونقطتين طبعا هذه المباراة ضمن كاس تحت 17 سنة والكرة مع نادي الجهرة حمد حمدان نواف العطاية يحاول يخترق من تحت السلة وتطلع الكرة أوتسايد لصالح نادي الجهرة حمد حمدان لنواف العطاية يحاول نواف يعطيها لحمد حمدان لنواف فاضي ثلاثية من بعيد وماتي وربان ربان ياخذها حلوة لحسين الحسيني وفي خطأ على اللاعب رقم 7 اللي هو فيصل قطان طبعا مسك لحسين الحسيني وأوسايد لنادي الجهرة حمد حمدان السهو يحاول السهو يخترق يسجد حلوة نقطتين للجهرة من السهو فيصل قطان لفهد عادل لفيصل قطان وفي خطأ على حمد حمدان لاعب نادي الجهرة لصالح نادي العربي فيصل قطان راح يشيل أوسايد يعطيها لي فهد عادل صانع العاب النادي العربي رفع ضاغط من الجهرة لفيصل قطان لفهد عادل فهد عادل حاول يخترق ويسدد وماتي ياخذها حلوة تحت السلة يحاول مرتين اللي هو حمد بربيع ياخذها فهد عادل وضايعه وترجع لنواف العطاية نواف سريع ودخول وياخذ نقطتين وفاول على حمد بربيع يسجلها حلوه نواف حلوه ولا رميه اضافيه نواف العطايا لاعب رقم 14 من نادي الجهره رميه اضافيه لنواف في تبديل لنادي الجهره و يسدد نواف العطايا وضيعها ترجع الكرة ليعقوب الصفار وفهد عادل وهجمة سريعة حلوة يمررها لي حمد بربيع تمريرة حلوة من فهد سهو وهجمة سريعة في خطأ على حسين الحسيني حمدان يعطيها لي سهو نواف العطايا فاضي يحاول يسدد ويسجلها حلوة دخول حلو من نواف العطاية فيصل قطان دفع ضاغط من نادي الجهرة وتطلع الكرة أوسايد لنادي العربي ولكن يخطفها اللي هو ساو حلوة تحت السلة لمشعل حبيب ولكن ترجع لفيصل قطان هجمة لفيصل قطان ويسدد وضايعة ياخذها حلوة حمد بريع ولكن تطلع أوسايد لنادي العربي عمران محمد لفهد عادل ثلاثية من بعيد حلوة من فهد عادل ثلاثية للعربي نواف العطاية وهجمة لنادي الجهرة نواف تركها لي سهو
ساوساو يحاول يسدد حلوه وضايعه ياخذها حلوه الحسين يعطيها سهو السهو ويكملها حلوه احمد حبيب يعطيها سهو السهو وسدد يا سلام على الطاير من سهو السهو نقطتين للجهره فيصل قطان طويله يحاول يلعبها لي حمد بربيع وتطلع اوسايد النادي العربي يعقوب الصفار لفيصل قطان من بعيد وضايعه ياخذها حلوه يعقوب الصفار وهجمه للعربي يحاول يعطيها لي اللي هو فيصل قطان يحاول يسدد ياخذ فاول من سهو رميتين لنادي العربي لسهو خطأ على سهو راح ينفذ فيصل قطان النصر ونادي الساحل ضمن كأس تحت 17 سنة وثلاثية من بعيد لعبد الرحمن ولكن ترجع لأحمد عناد وشوتها أحمد عناد وحلوة ثلاثية من أحمد عناد هجمة لنادي النصر محمد عبد المحسن شوف لعب هادي بين الفريقين والكرة من إلى عبد العزيز الدويش عبد العزيز يعطيها لمحمد الفلشاوي علي مالك ولمحمد عبد المحسن حلوة يسدد ياخذها رباوند حلوة يحاول له هو إبراهيم العنزي وياخذ فاول إبراهيم العنزي لاعب رقم 23 رميتين لابراهيم العنزي الرمية الأولى لابراهيم يسددها وضايعة من ابراهيم وكرة لأحمد عناد لعبد الرحمن يحاول يمررها ل 11 لو خالد العتيبي وضايعة وترجع الكرة عند محمد عبد المحسن وهجمة لمحمد عبد المحسن حلوة ترجع للساحل هجمة لنادي الساحل أحمد عناد ثلاثية من بعيد وضايعة ياخذها إبراهيم العنزي يلعبها لي اللي هو محمد عبد المحسن حلوة من محمد وبلوك جميل من لاعب رقم 4 لو هو حمد القريب وشوف حمد يعطيها لي 14 شاهين ويسدد شاهين وماتي عبد العزيز الدويش من نادي النصر يهدي اللعب يلعبها لي اللي هو محمد عبد المحسن ترجع للدويش والدويش يسدد وحلوة من عبد العزيز الدويش وعبد الرحمن يعطيها لأحمد عناد نادي الساحل شوف أحمد عناد يترك باصيها لشاهين تحت السلة لحمد القريب شوف حمد يحاول يسدد وضايعة ياخذها اللي هو محمد بن الشاوي ولكن ترجع لحمد الغريب مرة ثانية شوف حمد متابع جيد لخالد العتيبي وضايعة لعبد العزيز الدويش محمد الفلشاوي شوف محمد يحاول يخترق ويسدد وضايعة وترجع لخالد العتيبي يعطيها لحمد الغريب وهجمة للساحل شاهين بيسدد ثلاثية من بعيد وحلوة لكن ضايعة ترجع الكرة لعبد العزيز الدويش محمد عبد المحسن من نادي النصر شوف اختراق ويسجل لا يضيعها وياخذها محمد الفلشاوي وايضا ضايع ولكن ياخذها بقوه شاهين يعطيها للاعب رقم 13 اللي هو عبد الرحمن ترجع لي احمد عناد عبد الرحمن يحاول يسدد وحلوه يسدد نقطتين والكره لمحمد عبد المحسن يتركها لعبد العزيز الدويش وهجمة لنادي النصر شوف دفاع ضاغط محمد الغريب وخالد العتيبي يحاولون يقطعون الكرة تمريرة تحت السلة ولكن يخطف أحمد عناد ترجع لشاهين يتركها لعبد الرحمن من نادي الساحل عبد الرحمن يعطيها لأحمد عناد أحمد عنادي بيسدد شوف يعطيها لي شاهين ثلاثية من شاهين
طويله طويله تطلع اوسايد اوسايد لنادي النصر، هجمه لنادي النصر محمد عبد المحسن، مررها لي محمد الفلشاوي ياخذها محمد، حلوه 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 من نقطتين من محمد الفلشاوي، فهد فتح الله لاعب رقم 8 يعطيها لي اللي هو 10 عبد الله فتح الله، مصعب مصعب يحاول يسدد في رميتين، سدد الرميه الاولى ما يابها مصعب علي، هذه الرميه الثانيه ضايعه من مصعب ياخذها مره ثانيه مصعب، مصعب علي يعطيها لي فهد فتح الله لعبد الله فتح الله يسدد من بعيد، وحلوه ثلاثيه ثلاثيه من عبد الله ثلاثيه لنادي الساحل محمد عبد المحسن. وصلنا الى نتائج كاس تحت 19 سنه، وايضا لعبنا 4 مباريات، وراح نشوف نتائج هذه المباريات وياكم. والساحل 80-64 القادسيه ودع، الجهره 81-29 صليبخات ودع البطوله، كاظمه 62-53 تضامن ودع البطوله، القرين 52-72 اليرموك، والقرين ودع البطوله، وهذه اخر نتيجه. وراح ان شاء الله نشوف معاكم اعزائي المشاهدين بعض المباريات اللي سجلناها لكم من كاس تحت 19 سنه. مباراة نادي كاظمة والتضامن ضمن كأس تحت 19 سنة، الكرة مع محمد رشيدان لمحمد المبارك، يتركها لمصعب الخميس، مصعب الخميس لمحمد رشيدان، محمد رشيدان دفاع مسمى العجمي ويخطفها حلوة حلوة لهو عبد العزيز العتيبي ويسجل، حلوة حلوة نقطتين للتضامن، مصعب أحمد الخميس، دفاع من عبد الرحمن العتيبي، محمد المبارك شوف يحاول يخترق محمد، يمررها حلوة لبورسلي ولكن يضيعها أسامة بورسلي، ترجع الكرة لأنس محمد، أنس محمد وهجمة جديدة للتضامن، العتيبي عبد الرحمن لأنس للعتيبي، شوف يلعبها لي سلمان العجمي، سلمان العجمي يحاول يلعبها لي مبارك ولكن ياخذها عبد العزيز العتيبي يعطيها لي عبد الرحمن العتيبي، ولكن طبعا انتهاء زمن هجمه وهجمه جديده لنادي كاظمه. عبد الله عبد الوهاب الاحمد، شوف عبد الوهاب يسدد ياخذها عبد العزيز العتيبي يعطيها لي انس محمد، سلمان العجمي يحاول يخترق وضايعه، ياخذ الكره محمد المبارك، عبد الوهاب الاحمد شوف عبد الوهاب يعطيها لي مصعب الخميس، حلوة تحت السلة لأسامة ولكن ضايعة من أسامة، سلمان العجمي صانع ألعاب نادي التضامن لعبد الرحمن العتيبي لسلمان، يشوتها من بعيد ثلاثية وتي الكرة ترجع لمحمد رشيدان نادي كاظمة لمحمد المبارك، مصعب الخميس، عبد الوهاب الأحمد شوف عبد الوهاب يلف لفة جميلة ويسدد ونقطتين حلوين لنادي كاظمة، أنس محمد لسلمان العجمي لأنس محمد يعطيها لعبد الرحمن العتيبي، العتيبي يتركها لأنس محمد بشوت لكن يخترق يعطيها لي حلوة لمبارك مشعل ولكن مقطوعة لمصعب الخميس، مصعب صانع ألعاب نادي كاظمة يتركها لأسامة بورسلي يعطيها لمحمد رشيدان، شوف محمد رشيدان يسدد حلوة نقطتين لنادي كاظمة. وأيضا وصلنا إلى نتائج مباريات القسم الأول من دور الستة لدوري الدرجة الأولى، وعندنا لعبنا 3 جولات 9 مباريات، راح نشوف نتائجهم ويانا الآن. عندنا الجهرة 68-53 القرين، الكويت 90-65 الشباب، كاظمة 72-79 القادسية، وطبعا كانت مباريات جدا قوية، ولدينا أيضا مباريات أخرى راح نشوفها الآن في
اللي هو الجولة الثانية، القادسية 103-63 الشباب سكور عالي، الجهرة 73-83 كاظم، وكانت مباراة قوية ومتقاربة، القرين 60-94 الكويت، وأيضا كانت كلها مباريات حماسية. ورح ندخل الآن على الجولة الثالثة والأخيرة، وهي كاظمة 90-68 القرين، الشباب 65-86 الجهراء، والكويت 74-63 القادسية، وهذه آخر مباراة. وطبعا ما راح نحط لكم مباريات لأن منقولة على الهواء مباشرة من تلفزيون دولة الكويت، ونكتفي في وضع نتائج دوري الدرجة الأولى. وصلنا إلى فقرة الاستوديو التحليلي، ونرحب في ضيوفنا في البداية الكابتن عبد الله بلال. مساك الله بالخير يا هلا بك كابتن. وأيضا نرحب بالكابتن محمد خليفة، مساك الله بالخير أبو عبد الله. مساك الله بالخير يا هلا كابتن. طبعا احنا انتهينا من 13 وانتهينا من 15، باركنا لهم. الآن يا دور ال 17 أبو فيصل، عطنا الترتيب للفرق اللي تأهلت أبو فيصل. نعم، ترتيب الفرق تحت 17 سنة، طبعا الأول نادي الكويت، الجهرة، كاظمة، الساحل، عربي، القرين، التضامن، اليرموك، النصر، القادسية، الشباب، الصليبيخات. أعلى تسجيل في النقاط هو نادي كاظمة 848، وأدنى نقاط مسجلة نادي الصليبيخات 249. يعطيك العافية كابتن. الله يعافيك. طبعا بعد ما شفنا الترتيب لازم نروح كابتن محمد خليفة ويعطينا الهدافين. طبعا الهدافين صار فيهم منافسه كابتن. اي نعم، طبعا في نهايه الدور التمهيدي اللي تحت 17 سنه تصدر الهدافين لاعب انس محمد من نادي التضامن، خلاص يعتبر الان هو الهداف. اي نعم، هو خلاص الهداف ب 273 نقطه، ويلي في المركز الثاني لاعب سهو السهو ب 226 نقطه من نادي الجهره، في المركز الثالث زين ايمن من نادي كاظمه ب 220 نقطه. بالنسبه حق هدافين ثلاثيات يتصدرها سعد جوزيف من نادي الكويت ب 23 رميه ثلاثيه، وفي المركز الثاني سهو السهو من نادي الجهرة ب 18 رمية ثلاثية، وفي المركز الثالث عبد العزيز المطيري من نادي العربي ب 16 رمية ثلاثية. أما في قائمة الرميات الحرة فأنس محمد من نادي التضامن يتصدر ب 85 رمية حرة، وفي المركز الثاني سهو السهو من نادي الجهرة أيضا ب 37 رمية حرة، وفي المركز الثالث أحمد عناد من نادي الساحل ب 36 رمية. كابتن محمد، يعني تعادلت عندنا ثلاث فرق اللي هي شايفة أمامك، القرين والتضامن واليرموك على المركز السادس. قول لنا شو اللي حسم المركز. طبعا في حال تعادل الفرق في مركز مؤهل لدور الستة اللي هو المركز السادس، تم اللجوء الى المادة 23 وفي البند السابع اللي ينص على ان تحسب نتيجة المواجهات المباشرة بين الفرق الثلاثة هذه، يعني وتلقى بقية النتائج مع الفرق الاخرى، تحسب النتائج المباشرة، وبعدها وبعد ما تم احتساب النتائج المباشره يعني اسفرت عن تاهل القرين كصاحب المركز السادس. هو الفارق كان له سبعه، بلس سبعه. نعم، له فارق التسجيل له بلس سبعه، وصار التضامن في المركز السابع يعني بلا صفر، يعني متساوي في النقاط اللي له واللي عليه، وفي المركز الثامن يا فريق نادي اليرموك في ماينس سبعه، وبذلك تأهل نادي القرين كسادس المتأهلين لدور الستة. طبعا احنا حبينا نوضحها على اساس احنا مو قاعد نختار على كيفنا، هي مادة 23 وبند رقم 7 من لائحة المسابقات. بعد ما شفنا الترتيب دوري 17 راح نروح مع كابتن عبد الله بلال، وتحت 19 سنة وانتهينا طبعا من الدوري، وراح نشوف مع الكابتن عبد الله وياك كابتن 19. ترتيب الفرق تحت 19 سنة، طبعا الأول نادي كاظمة، يلي نادي الكويت، يلي نادي الجهرة، القرين، اليرموك، التضامن، القادسية، الساحل، صليبيخات. أعلى نقاط مسجلها نادي كاظمة مسجل 658، وأدنى نقاط مسجلها نادي صليبيخات 209،
وعشرين. بس نحب ننوه انه مو ست فرق، مو ست فرق، يكون اربع اربع فرق، الاربعه راح يتاهلون وهم كاظمة، الكويت، الجهرة، القرين. ومبارك لهم، مبارك لهم ان شاء الله تاهلهم اللي هو دور السته. وراح نشوف مع كابتن محمد خليفه الهدافين. كابتن بالنسبه لهدافي الدور التمهيدي تحت 19 سنه، تصدر غايم عبد الله دشتي من نادي اليرموك ب 219 نقطه، في المركز الثاني محمد عناد من نادي الساحل ب 175 نقطه، وفي المركز الثالث ناصر محمد من نادي القادسيه ب 144 نقطه. وبالنسبه حق هدافي الثلاثيات، محمد رشيدان من نادي كاظمه ب 28 ثلاثيه، في المركز الثاني طارق وليد من نادي الكويت ب 21 رمي ثلاثيه، وفي المركز الثالث احمد عناد من نادي الساحل ب 15 رمي ثلاثيه. وفي الرميات الحره يتصدر عبد الرحمن العتيبي ب 32 رميه حره، وفي المركز الثاني ناصر محمد من نادي القادسيه ب 22 رميه حره، وفي المركز الثالث محمد برحمه من نادي القرين ب 19 رميه حره. يعطيك العافيه كابتن. نحب ننوه ان ان شاء الله الهدافين للرميات الحره وهداف الدوري وهداف الثلاثيات راح نكرمهم من برنامج كويت باسكتبول والقناه الرياضيه الثالثه، وبالتنسيق مع اتحاد كره السله راح نقدم لهم كؤوس ان شاء الله. مع نهائي كل كاس راح نقدم لهم كؤوس للدور التمهيدي. وصلنا الان الى الدرجه الاولى مع الكابتن عبد الله بلال اللي امس كان في مشوار طويله من الساعه 4 الى الساعه 12 بالليل، وعطنا نتائج القسم الاول دور السته. نتائج القسم الاول في الدور ستة للدرجه الاولى، نقول الدوري الممتاز اللي هو الكبار، نادي الكويت المتصدر، يلي كاظمة، يلي القادسية، الجهرة، الشباب، القرين. أعلى معدل هو لنادي الكويت 258. طبعا احنا في الجولة الثالثة كابتن، بالجولة الثالثة، والمفاجأة نزول القرين إلى السادس، إلى السادس، يعني ما كان في درع مبارك، يعني مرتبة للأمام، ولكن في مجال إن شاء الله الجولات الجاية إذا في مجال بيفوز على الجهرة والقادسية والكويت يقدر يرد مرة ثانية يتأهل. وصلنا للكابتن محمد خليفة، عطنا شوف، عطنا الدرجة الأولى الآن. هدافي الدوري الممتاز كرة السلة بعد مرور ثلاث جولات، أحمد البلوشي يتصدر ب 64 نقطة من نادي كاظمة، في المركز الثاني يوسف المطيري من نادي الجهرة ب 58 نقطة، ويتساوي في المركزين، في المركز الثالث حمد عدنان من نادي الكويت وعبد الرحمن السهو من نادي القادسية ب 51 نقطة. وبخصوص الثلاثيات، ماجد حسين من نادي القرين يتصدر ب 10 رميات ثلاثية، في المركز الثاني أحمد البلوشي بسبع رميات، ويتساوى مع حسين الخباز من نادي الكويت، أحمد البلوشي من نادي كاظمة وحسين الخباز من نادي الكويت، اثنينهم بسبع رميات ثلاثية. وأما الرميات الحرة فيتصدر يوسف المطيري من نادي الجهرة ب 12 رمية، أو يتساوى ثلاث لاعبين ب 12 رمية، هم يوسف المطيري من الجهرة، عبد الرحمن السهو من القادسية، وعبد الله الشمري من الكويت. طبعا يعني فقدنا صقر عبد الرضا. اي طبعا، لان يعني فريق اليرموك ما تاهل الى الدور، كان موجود بس حبينا ولا ما كان مشارك. مشكور كابتن على تواجدك معنا في الاستوديو، ومشكور كابتن ابو فيصل تواجدك معنا، ندري جهد كبير امبارح، الله يعطيكم العافيه. وصلنا وياكم اعزائي المشاهدين الى نهايه حلقتنا اليوم، نشوفكم على خير، نلقاكم في الحلقة القادمة مع تحياتي وليد محارب القحطاني. إلى اللقاء.